السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم مجموعه ديال الموديلات جلالب مخيطين بالطرز الرباطي بزواق المعلم ديال الماكينه، يعني موديلات راقيه ورائعه. كنتمنى ان شاء الله التشكيله تنال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم الفيديو كيف العاده ما تبخروش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش تبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم اخر الموديلات ديال جلابه المغربيه، يعني الموديلات اللي كنخدموا في المحل كنشاركوا معكم. كما هذا الموديل، هذا موديل خادمينو ديال الكليان، موديل راقي ورائع مخدوم بالطرز الرباطي ومخدوم في الثوب ديال الكريب. الى عجبكم هذا الموديل هذا غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه، والارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله، كتجي في الثوب ديال الكريب وكتجي حتى في الثوب ديال المليفه، المليفه الاكسترا سبيسيال، يعني كتجي فيها الخدمه راقيه ورائعه. كما هاد الويمات كيجاو زوينين في هاد الجلابه هادي بالثوب ديال الكريب، يعني موديل راقي ورائع. الطرز الرباطي ديال الماكينه مخدوم فيها الثوب ديال الكريب، كريب دو سوا حرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب، وكتجي حتى في الثوب ديال المليفه. الا بغيتي ديري الثوب ديال المليفه، المليفه الاكسترا، يعني راه كتجي فيها هاد الطرزه هادي، كتجي راقيه كما كتشوفوا الموديل ديالها، يعني موديل راقي ورائع. الا عجبك هذا الموديل غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه، والارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. كما كتشوف الموديل ديالها، بغيتي ديري الثوب ديال المليفه راه كنصور لك الالوان اللي كاينين عندنا ديال المليفه، وحتى الالوان اللي كاينين ديال الكريب، يعني غتعزلي اللون اللي بغيتي اللي ما عجبكش. هذا اللون هذا راه كاين مجموعه ديال الالوان، غتعزلي منهم اللون اللي بغيتي. الخدمه ديالك تجي راقيه ورائعه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتضغطوا على زر الاعجاب وخليو لنا تعليق، اعطينا الاراء ديالكم كيفاش كيطلعوا هاد الموديلات، كيفاش جاوكم. غادي ندوزو لموديل واحد اخر، كاين عندنا هادي حتى هي جلابه بالثوب، الثوب ديال كريب مخدومه بزواق معلم ديال الماكينه، يعني الموديل ديالها راقي ورائع. كما كتشوف الخدمه ديالها كتجي متخونه بحال مخدومه بالليد، زواق معلم ديال الماكينه، فيها التوب هذا ديال الكريب، الى عجبك هذا الموديل حتى هو غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وحنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه، والارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله. كما كتشوفوا الموديل ديالها مخدومه بزواق المعلم ديال الماكينه، والخدمه ديالها راه متقونه بحال مخدومه بالليل، موديل راقي ورائع. هذه دخلنا معاها البرونز الصم، اللون الحرير والصم، يعني اللون جات يعني الزواقه ديالها جات باينه وجات راقيه. بغيتي ديريها حتى في المليفه راه كتجي في المليفه، كتجي مزيانه. هذه درناها في التوب ديال الكريب، يعني هادو اللي غندوزو دابا راه كلهم ديال الكليان، خادمينهم الكليان. بغينا نشاركو معكم، هاكا مثلا اللي عجبكم شي موديل من هاد الموديلات راه كتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب. الارسال راه كما قلنا داخل وخارج المغرب، يعني راه تما كنتي كتوصلك حتى للدار. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله، الموديل راقي ورائع ديال الجلابه، كتجي بزواق المعلم ديال الماكينه، مخدومه بجوج الالوان، يمكن ديرها اللون في اللون اللي بغيتي ديرها اللون في اللون، راه كتجي حتى هي مزيانه. الى ما عجبكش هذا اللون هذا بغيتي تبدلي اللون، راه غنصور لك الالوان اللي كاينين عندنا ديال الثوب، وكتعزلي منهم اللون اللي بغيتي، كتعطينا غير القياس ديالك وحنا راه كنتكلفوا بالثوب. غندوزو لموديل واحد اخر، كاين عندنا هذه جلابه حتى هي، هذه هي جلابه مليفه مخدومه هي بزواق المعلم ديال الماكينه، لكن ما كتشوفوا الموديل ديالها حتى هي راقيه ورائعه، مخدومه بالضفره وبزواق المعلم ديال الماكينه، والتوبره ديال مليفه، مليفه يعني مزوقه، كتجيب هاد اللوينات هادو. الى عجبك هاد الموديل غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، حنا نقولك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه، والارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. ما تنساوش ضغط على زر الاعجاب زر لايك باش تبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم اخر الموديلات اللي كنخدموا في المحل، اللي كنشاركوا معكم. هاكا مثلا الى عجبكم شي موديل راه كتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب،
وكوكو الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه والارسال راه داخل وخارج المغرب هنا فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. يعني الا بغيتي ديريها في التوب ديال ملي فاسامبل راه كتجي في السامبل وكتجي حتى في الكريب الا بغيتي ديريها في التوب ديال الكريب باش ديريها حتى في التوب ديال كاشمير حتى هي كتطلع في التوب ديال كاشمير كتجي مزيانه نزوق معلم ديال الماكينه. غادي ندوزو الموديل واحد اخر كاين عندنا هاد الموديل حتى هو هذا مخدوم بالثوب ديال المليفه المليفه الاكسترا سبيسيال كاليتي مزيانه ديال الثوب ومخدوم حتى هي بزواق معلم ديال الماكينه كما كتشوفوا الطرزه ديالها كتجي بزواق معلم ديال الماكينه هنا كتجي اللون في اللون وكتجي حتى باللون ديغرادي يعني هذه كتطلع بجوج لوينات الا بغيتي تدخلي فيها حتى جوج لوان راه كيدخلوا فيها جوج لوان كيجي مثلا بحال هاد الزواق هذا اللي الوسط كيجي بلون وهاد الزواق لهنايا كيجي بلون كتجي حتى هي راقيه ورائعه بغيتي ديريها في الكريب بغيتي ديريها في المليفه يعني راه جميع الاثواب كتجي فيهم هاد الطرزه هذه مخدومه بزواق معلم ديال الماكينه. إلا عجبك هاد الموديل خد سكرينيه وتصيفطيه في واتساب حنا نقولك الثمن ديالو بشحال كطلع بيوتيوب وخياطة والإرسال داخل وخارج المغرب والمحل راه كاين في سيدي بنور في دكالة حنا كنت كنتكلفو بالثوب إلا بغيتي هاد الثوب المليفة ولا الكريب راه كتقولينا اللون اللي بغيتي وكنصورولك الألوان اللي كاينين عندنا وكتختاري منهم اللون اللي بغيتي كما كتشوفو الموديل ديالها راقي ورائع المحل راه كاين في سيدي بنور في دكالة غادي ندوزو الموديل واحد اخر كاين عندنا هادي جلابة حتى هي بالتوب ديال المليفة المليفة الاكسترا سبيسيال درنا ليها اللون في اللون زواق معلم حتى هي ديال الماكينة مخدومة اللون في اللون كما كتشوفو الخدمة ديالها كتجي راقية الثوب راه مليفه الاكسترا سبيسيال كاليتي مزيانه ديال الثوب وحتى الخدمه درنا لها اللون في اللون يعني جات راقيه. الى عجبك هاد الموديل غتسكرينيه وصيفطيه في واتساب حنا نقولك الثمن ديالو بشحال كطلع بالثوب وخياطه ارسال راه داخل وخارج المغرب المحل راه كاين في سيدي بنور في دكاله. الى ما عجبكش هاد اللون راك تواصل معنا في الواتساب كتقولي لنا مثلا ما عجبنيش هاد اللون هذا بغيت شي لون واحد اخر كنصور لك الالوان اللي كاينين عندنا ديال الثوب وكتختاري منهم اللون اللي بغيتي. بغيتي تصيفط لينا الثوب راه كنعطيوك العنوان ديال المحل وكتصيفط لينا الثوب. بغيتي تبدل الخياطه راه كيعطينا الموديل وكنخدموا لك عليه. ما تنساوش تشجعونا بالضغط على زر الاعجاب باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الموديلات اللي كنخدموا في المحل كنشاركوا معكم كما كتشوفوا الخدمه ديالها راقيه ورائعه. غادي ندوزو موديل واحد اخر كاين عندنا هذا الموديل حتى هو مخدوم حتى هو بالثوب ديال الكريب درنا له زواق معلم ديال الماكينه حتى هو موديل كيجي راقي ورائع كيجي في التوب ديال الكريب كيجي حتى في التوب ديال المليفه. الى عجبك هذا الموديل كتسكرينيه وتصيفطينا في الواتساب حنا كنقولك الثمن ديالو بشحال كطلع بالتوب وخياطه والارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. المحل راه كاين في سيدي بنور في دكاله. الى ما عجبكش هذا اللون راه يمكن نبدلوك اللون كنعطيوك الالوان اللي كاينين عندنا ديال التوب وكتختاري منهم اللون اللي بغيتي. نتمنى ان شاء الله الفيديو نال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا بالبارطاج وبالضغط على زر الاعجاب وما تنساوش كذلك تخليو لنا تعليق يعني كيف جاكم الموديلات يعني كتشجع لنا باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم اخر الموديلات اللي كنخدموا في المحل كنشاركوا معكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.